لجنة إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد. هذه اللجنة اشتغلت يعني عدة أشهر، لكن إحنا لقينا صعوبات في النفاذ إلى الوثائق والأرشيف الخاص بالمؤسسات والمنشآت وكذلك الإدارة. طبعا حتى تستطيع هذه اللجنة أن تقوم بمهامها يعني على أحسن ما يرى، لابد أن نوصل المعلومة الدقيقة. احنا مثلا توجهنا إلى البنك المركزي، طلبنا كشف الديون الميؤوس من استخلاصها. قدمنا مطلب في ذلك، لكن جوابنا بأنه القانون يمنع علينا أن نطلع على التفاصيل هذا الملف، اللي كما تعلمون أنه يتعلق يعني مبالغ مهولة، يعني 10,000 مليار من الديون الميؤوس من استخلاصها. احنا حبينا يعني نطلع ونشوفوا من استأثر بهذا المال. يعني مش تقاوم الفساد، لابد ان يكون عندك معلومات دقيقة، وانه يمكن معناها ثم ديون اسقاطها تماما، تقريبا 640 مليار اعطوهم، معناها اسقطوهم كديون. هناك قضايا مثل خصوصية المؤسسات، يعني في ظروف ثم الأراضي الأرضية اللي كان موضوع تفويت أو كراء، ثم الصفقات العمومية، العمليات الجمركية. يعني كتعرف الفساد يعني كان المدخل بتاعه مدخل ما يسميه عدم، يعني خلاص معناها مستحقات الدولة من خلال ما يسمى بالجمارك، ملف الجبال، ملف اذا استحقاق الدوله في الثروه البتروليه، هذا ملف كبير ياسر وعندنا عليه حتى فكره، وفيه فساد كبير جدا. يعني ملف وكاله الاستثمار الخارجي، محافظ البنك المركزي اللي جانا لهنا يتحدثوا على فساد وحجم كبير جدا من الفساد، لكن فساد بدون مفسدين، لم يتعرف هذا الشعب على المفسدين. وانتم تعرفوا توا الساحه، يعني خاصة من ناحية اللي يتصل سواء بالجانب المصرفي، معناها النظام المصرفي، تعرف ثم ثلاث بنوك قاع عمومية، قاع تركيحة، يعني قاع تفليسة تقريبا. احنا كان ما صوتناش على قانون يعني انه يمكنها من 41 مليار بالنسبة للاستيبيك. يعني اما تلاقي يسميوها اما تلاقي قرطاني، لا ما كانش نجم تتواصل برك، يعني فهمتني. وكذلك الشاهد بالنسبه للبهاش، يعني البنك الاسكان والبينا بنك الفلاحي القومي. في حقيقه الامر لقينا صعوبات كثيره في النفاذ الى الارشيف وللمعلومات، وخاصه ان هذه الثوره قامت ضد الفساد، ونعلم ان هناك ارشيف كبير موجود في رئاسة الجمهورية وفي وزارة الداخلية وفي أماكن أخرى. نحن نرغب كلجنة خاصة، لجنة إصلاح إدارة ومكافحة الفساد، للاطلاع على هذا الأرشيف. وهذا ليس يعني مطلبنا فقط، ولكن هو مطلب الشعب. لابد أن يعرف الشعب حقيقة ما كان، يعني كيف تدار الدولة طيلة عقود من الفساد والاستبداد. هذا مطلبنا. هناك قوائم من الفاسدين يتحركون في الوقت الحاضر في مختلف الأوساط والمنابر الإعلامية وفي الإدارات إلى آخره. من حق شعبنا أن يطلع على هذا الأرشيف. وكل ثورة لاحظنا هذا في أوروبا الشرقية، ولاحظنا هذا بعد عديد من الثورات، أن كل ثورة بعد ثورة تكشف الأرشيف متاع البوليس السياسي، الأرشيف متاع الدولة، حتى نعرف حقيقة ما كان يحصل في هذه البلاد على جميع المجالات. يؤكدوا لنا العديد من المصادر أنه كان هناك خسائر يومية 5 ملايين دينار يوميا تخسرها الدولة بسبب الفساد اللي مازال مستشري في قطاع البترول والغاز. ومع الأسف ليس هناك جدية من قبل الحكومة
في مواجهة هذه الوضعية غير مقبولة. يعني هناك مسؤولية من الحكومة في عدم وعدم جدية في القيام بدورها في مكافحة هذا الفساد في قطاع البترول. يمكن نقول 5 مليارات في اليوم، يعني معناتها سكروك معناتها بالاف المليارات. معناتها المسألة هذه خطيرة جدا، ونحن إن شاء الله عازمين على أن لا نسكت على هذا الموضوع.